وذكر القيام والسجود، لأن القيام في الصلاة أشرف من السجود بذكره، والسجود أفضل من القيام بهيئته. كيف كان القيام أفضل من السجود بذكره؟ لأن الذكر المشروع في القيام هو قراءة القرآن، والقرآن أفضل الكلام. أما السجود فهو أشرف من القيام بهيئته، لأن الإنسان الساجد أقرب ما يكون من ربه عز وجل، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا أمرنا أن نكثر من الدعاء في السجود.